قد يجوز أخذ شيء دون علم الصاحب، علما بأن صاحبه وضعه في سلة المهملات، أي أنه لا يحتاج إليه، فهل يجوز أخذه؟ إذا كان صاحبه ألقاه راغبا عنه في سلة المهملات كما ذكر السائل، نعم، ولا يريده فلا بأس بأخذه، لأنه مال ضائع متروك. أما إذا كان صاحبه محتفظا به قد وضعه في مكان يحفظه فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بإذنه، لأن أخذه بغير علمه استحلال لمال الغير بغير إذنه، قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فأخذه بدون علم خيانة فلا يجوز. جزاكم الله خيرا.